اهلا اهلا ازي حضرتك ازي حضرتك الحمد لله كله تمام الحمد لله اهلا بحضرتك اهلا وسهلا ايه أهلاً المكان وسهلاً. الجميل اللي احنا جواه ده بقى ده اهلا وسهلا ده حضرتك دلوقتي في المجمع الاداري والثقافي لمدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ده كده يعتبر المبنى الرئيسي او يعني القلب النابض بتاع المدينه نعم الاداره كلها بالاضافه للمسرح اللي بيسع حوالي 1000 مقعد للضيوف وللطلاب وكل الزائرين لمدينة زويل احنا بقى عايزين نبدأ الحكاية حدوتة بتاعت مدينة زويل احنا كذا مرة نتكلم في التليفون والمرة دي يبقى لقاء وهنتكلم فيه واحنا جوه المكان يعني انا حتى شايف المكان اهو جنبنا بتاع المدينة نعم. الحدوتة بدأت ازاي ومنين وليه دكتور زويل قرر انه يعمل كل ده رحمة الله عليه ويقدر انه يقطع خطوات كبيرة جدا فيه قبل وفاته هو طبعا الحلم الدكتور احمد زويل ان يكون في مصر مدينة علمية بحثية تقدم تعليم متميز لابناء المصريين باموال المصريين ويكون ناتج البحث العلمي دون يدعم الدولة المصرية في كل التحديات الاستراتيجية للوصول بها للاقتصاد القائم على المعرفة إن المعرفة هي اللي تنطلق بالاقتصاد المصري للوصول إنها تبقى زي النمور الأسيوية بالدرجة الأولى وإن شاء الله مع الوقت تبقى في صف أكبر حلو جدا طيب احنا دلوقتي بنتكلم مع دكتور محمود عبد ربه الرئيس التنفيذي لمدينة وجامعة زويل انا لفت نظري كلمة الرئيس التنفيذي لمدينة وجامعة زويل مش رئيس جامعة زويل مش عميد مثلا مركز زويل للأبحاث برضو المفهوم ده بالنسبة لي جديد أكاديميا لو صح الكلام هو فكر برضو الدكتور أحمد زويل إن المدينة تكون ليها نظام إداري مختلف وليها نظام تشغيلي للمدينة مختلف فالرئيس التنفيذي بالضبط فكرته زي CEO يعني الرئيس المؤسسة بالكامل ودي ميزة كبيرة جدا بتعفينا من الإجراءات الروتينية اللي موجودة في الجامعات الأخرى التسلسل في مدينة زويل بيبدأ من الأستاذ مباشرة إلى مدير البرنامج إلى العميد إلى الرئيس مباشرة هيل. فده بيلغي كل القيود الروتينية من مجالس أقسام ثم مجالس كليات ثم مجالس جامعات بيبقى في بعض الكوميتيز اللي بتشتغل وبترفع بعض القرارات لمجلس الإدارة اللي بياخد فيها القرار بتاعه ورئيس التنفيذي هو رئيس مجلس الإدارة أيضا في نفس الوقت وبيرفع رئيس مجلس الإدارة لمجلس الأمناء ورئيس مجلس الأمناء وحاليا طبعا معالي الدكتور خالد عبد الغفار هو رئيس مجلس أمناء المدينة